رو استاذ سامير. شايفه خمس ست مرات. والله نحن معك يا استاذ سامر، انه الفيلم فيه احساس غريب، يعني فيه شيء كثير دافي وما بخفيه، كلياتنا بكينا وقت اللي شفناه. كانت حالة حلوة كثير، خلانا نفتح صفحة جديدة بحياتنا. يفتح وابره ان شاء الله. لا تفكروني عم ببكي لاني متأثر بالفيلم. انا لما توفى جدي كنت عم بلعب بالطابة، طلعت بجنازته ورجعت كفيت شوط ثاني. شو؟ لك كان يصير لك ساعة عم تبكي؟ على حظي المعتر، على عندي اللي كبيتها، البك جيت كلها وراح راح بالأراضي، ما في غير على حشي بحشي، حشي حشي، وقع فواتير فواتير فواتير، وما بدك كان يزعل. أنا حاسة لو ما تركتكم ما كان صار يلي صار. لا تقولي هيك، أصلاً أنت مالك ذنب اللي صار. خلصنا مديا مديا، خلص حاجة تعملوا لي بيت فستق وذنب وما ذنب، وأنت دخلك طلعوا لنا من الموضوع، خلصونا منه. لازم نعمل هلا برنامج يقبع البلاط، يقبع من تحت أرضي هيك لفوق. طيب شو مصيره لنيولوك؟ خلص طلعوا لنا من القصة، ما بدي أتذكر بقى هذا البرنامج، بدي أنسى اسمه، ما بقى بتذكر ابنه. خلص بدنا نفكر بشغلة جديدة، وهذا وشو اسمه وتع... شو قاسم آيا؟ إيه أنا معكم. حلو هالحكي، خلص بالمناسبة لازم نحتفل بنبسط هيك دائما نشارك، ما بدنا نزعل ولا نبكي ولا نهتم، بدنا نحتفل بس ما في هالمرة شكليطة وكاتو. خلص نعملها هيك من قريب وفنجان قهوة. نقول ألف مبروك. اوكي قول مبروك. ايه مديان، شو مديان؟ قول مبروك. مبروك بس واحد سادة لأنه عاملة دايت إذا بتريد. مديان طيب يلا مع السلامة. مع السلامة يلا، باي باي. ازيك يا وزتي؟ استني استني استني. ايه حيلك حيلك، مالك كده يا اختي داخله ومش شايفه حد قدامك؟ البنات مش موجودين. مو هون؟ وين راحوا تركوني؟ والله يا اختي انا مش السكرتيره بتاعتهم عشان اسالهم رايحين فين وجايين منين. نعسي الله يوفقك. تقبلي قلبي تيمو على الماسنجر ضروري 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 فوت على النت. ايه لا يا اختي مش ضروري ضروري، مش هدخلك، ما عندي الصلاحيات ان انا ادخل حد البيت وهم مش موجودين. الله يسامحك يا نانسي، انا اي حد، انا ساره. والله بعرف يا اختي انك ساره بس انا اسفه جدا. يلا اتفضلي. الله يوفقك. يلا يلا يا بنت، ان شاء الله نخرج. يلا يا بنت، ما تطول ما تطول. يلا يا بنت كفايه بقى كفايه، وجعتي لي دماغي. يلا تعالى يا احيا احيا.